في إطار فعاليات القمة المحرك للجماعات الترابية في دورتها الثامنة، تشارك الوكالات الحضرية باعتبارها أول شريك في تحقيق برنامج التنمية المستدامة عن طريق توفير الوسائل والآليات الضرورية لتنظيم المجال، وكذلك تحقيق عمليات البناء والتنمية مع ضمان احترام النجاعة الطاقية ومعايير البيئة والجودة والرقي لمستوى عيش المواطنين. وفي هذا الصدد يبقى الغاية من هذه المشاركة هو تبادل أولا التجارب والخبرات وتوقيع اتفاقية الشراكة مع نقل تجربة رائدة للمملكة المغربية لإخواننا في القارة الأفريقية، كذلك جهود مبذولة للحفاظ على انسجام المنطقة. والكل يعرف أن هذا الموضوع مهم جدا، ووقعت اتفاقيات لمدينة الرباط تهم مدينة الرباط، مدينة سلا، مدينة الضربيطة، نفاس، وكذلك وقعت اتفاقيات أخرى تهم المدن العتيقة المتوسطة الصويرة، وكذلك مكناس